بسم الله، برنامج سيف أرتكت من برامج البيم اللي بتدينا أدوات سريعة عشان أرسم مبنى، أرسم حمامات، مطابخ، أي أوضة أنا عايزها. أنا مثلا لو أنا عايز أرسم غرفة بختار إن أنا أرسم حائط، بلاقي عندي حائط اكستيريور وول، بيقول لي أنت عايز الاكستيريور تبقى أي نوع من أنواع الحوائط، أقدر أختار أي نوع من أنواع الحوائط الموجودة. ممكن ادخل ديفاين وابدا اخصصه، اقول مثلا عندي الليارات تحتي، كل اللير فيهم هيبقى السيكنس بتاعها قد ايه، هيبقى التوتال بتاعها، الوول تايب سوليد ولا فيرشيد ولا انسوليتد ولا اذر، الماتيريال اللي انا هشتغل بيها، اللاين ستايل عايش، الكالر، وهنا الانتريور وول. يعني خلينا اقول له مثلا عايز ارسم اكستيريور، ارسم حاجة بالشكل دوت، ولا عندي حوائط داخلية انتريور وول، ممكن اقول له عايز حوائط داخلية بالشكل من هنا لهنا مثلا، وحوائط داخلية من هنا لهنا، وبلاقي عندي حوائط خاصة بالفاونديشن وول مثلا بالشكل دوت. لو انا عايز اشوف الشكل دوت في 3D هاجي هنا واقول له برسبكتيف فول اوفر فيو، ايه عندي الشغل بتاعي بالشكل دوت. ادوس الت وشمال عشان الف المبنى وابدا اشوفه، وفي اي وقت عايز اغير في اي حته من الحوائط اعمل عليها، اضغط عليها مرتين وابدا اشوف الخصائص بتاعتها، هل هي نوعها ايه، فاونديشن ولا ايه، والثيكنس بتاعها والمسافه بتاعتها والوول انجل، الاستراكشر بتاعها مكون من ايه، الروف لو هيبقى في روف، فاونديشن، الوول تايب،